ورجعنا معاكم مرة تانية، ومعانا دلوقتي فقرة رسالة إلى مسؤول. ممكن نعرض الفيديو لو سمحت؟ طب هنرجع تاني نشوف الفيديو عشان في مشكلة. هو الفيديو بيقول ان في مشكلة في طريق في القليوبية، في طريق ابو الغيط القناطر في محافظة القليوبية، والشاب كان بيناشد اللواء عبد الحميد الهجان عن رصف الطريق اللي هو طريق ابو الغيط القناطر. احنا كنا بنوري حضراتكم الفيديو بس في مشكلة، احنا اسفين، احنا عايزين نبعتولنا مشاكلكم على رقم التواصل اللي هيظهر قدامكم على الشاشة، وفريق الاعداد بتاعنا بيحاول يتواصل مع حد من محافظة القليوبية. تمام. ندى، انت كنت بتتكلمي معانا قبل الحلقة عن موضوع مهم جدا جدا. طبعا عن الانتخابات، يعني من امبارح واول هي لسه الانتخابات ظاهرة امتى؟ النهارده تمام. النهارده الصبح. طبعا المرحلة الثانية كانت بتضم 13 محافظة: القاهرة، القليوبية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال وجنوب سيناء. وكمان كان بيضم عدد الناخبين 30 مليون ناخب في 13 محافظة المفروض هيدلوا بأصواتهم لاختيار 284 عضو من أصل 596، منهم 28 دول اللي هيختارهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا كان كل واحد ليه صوت، وقلنا لكم انزلوا وشاركوا وادلوا باصواتكم وشوفوا النائب اللي انتوا عاوزينه اللي انتوا شايفينه صح، يعني يدلوا باصواتهم ويشوفوا النائب اللي هم شايفينه صح. طبعا احنا عارفين ان نسبة المشاركة في المرحلة الاولى 28.6%، واظن ان نسبة المشاركة في المرحلة الثانية هتعدي الرقم ده، وده طبعا بعد مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض. ناقشينا بقى يا ندى في الموضوع ده. طبعا اللي احنا بنعرضه ده مؤشرات اولوية، لسه طبعا الحاجات الاكيدة الصح في اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض. طبعا في صندوق التوقعات وغير التوقعات، يعني الناس اللي احنا كنا شايفينها ان هم خلاص داخلين وهينجحوا فجأة واحدة ايه ده ما نجحوش، الناس اللي احنا ما كناش بنفكر دي فيها حقيقة. صح، الناس اللي احنا ما كناش بنفكر هو فيها ممكن يكون الأصوات بناء على رأي الناس ان هم مثلا مش عاجبهم بالظبط. المرشح ده. بس يعني احنا مش متوقعين في مرشحين، في كنا متوقعين مرشحين ان هم لازم ينجحوا ده اكيد لازم هينجحوا اكيد وما نجحوش. دلوقتي بقى انا عايزة اتكلم معاكم بصراحة عن الناس اللي كل الناس اللي شاركت في الانتخابات وكانت مترشحة لمجلس النواب 2020، كلهم كانوا رافعين شعار في حب مصر في بصراحة. خدمة المواطن الانتخابات كانت ماشية حلو جدا، الناس نزلت جدا شاركت وكله بالظبط. كان مهتم ان هو يبتدي يخش يرشح ويشوف مين المرشح الكويس اللي عندهم في اهل دايرته، بالظبط وبيختاروا بكل حماس، وكانت ماشية بترتيب كويس جدا طبعا. جدا جدا. وبرضه وطبعا مليون مبروك للقايمتين، يعني احنا مش هنقول الناس اللي خسرت دي ليه ما يفتحوش المقرات بتاعتهم ويشوفوا الناس محتاجة ايه ويساعدوا الناس. ليه مثلا انت يعني هو قال خلاص انا خسرت، ليه يقعد في البيت؟ ليه هيقفل مقراته ويقعد في البيت ويقول خلاص انت المواطن ما انتخبنيش، المواطن شاف اللي هو عمله ده غلط، المواطن انتخب حد فاشل، ليه مثلا تقول انت يعني ليه ما تقفش معايا؟ ايوه صح. ليه ما تشوفش اللي انت عملته ده؟ طب احنا على ارض الواقع انتخبنا ورحنا ادينا صوتنا، وان شاء الله هنشوف النائب بعد الاعاده برضو. المرشح يا ندى، المرشح مش مجرد ان هو بيرشح نفسه عشان ياخد السلطه ويخش ويكسب وبس، ايوه عشان بالظبط هو خدمات لاهل بيبقى دايرته. خدوم لكل اهل دايرته حتى في اي وقت. المشكله ان هو بيقول انتخبوني وانا هعمل وهعمل وهعمل وهشغل وهشوف الطرق اللي مش معدوله وهشوف الحاجات اللي مش معدوله. طب ما طب تعمل. ليه هو ما يبتديش ان هو ايوه بالظبط ينظم ده قبل ما ينجح اصلا عشان اعمل الناس تشوف منه فعلا. بالظبط، اعمل عشان نشوف منك ونروح ننتخبك. انت ليه صح. بعد ما تنتخب وتنجح وخلاص ايوه خلاص بقى انا هبدا اعمل؟
بس ليه؟ كان في دور الجيش والشرطة في الدائرات طبعا الانتخابية كانت بجد كويسة جدا، طبعا وكانوا منظمين الدنيا جدا يا ندى. ايوه بالظبط. الجيش والشرطه فيه خدمات كتيره جدا جدا، وكمان كان في حاجه سلبيه شفتها، ان المواطن بيدخل بموبايله يدلي بصوته ويصور ويقوم طالع. اصلا دي حاجه المفروض المواطن ما يدخلش انت عارفه بالموبايل. هو بيصور ليه؟ عشان تخيلي بيصور ليه؟ ليه؟ علشان ما اعرفش المعلومه في دي ناس بتبقى بره بتشوف التصوير ده عشان توزيع الفلوس والحاجات دي، بالظبط. بيوزعوا فلوس، بيوزعوا حاجات كده طبعا وتضحيات لا، خيرية كده. هم بنشكر طبعا الجيش والشرطة اللي عملوا تأمين وبذلوا مجهود كبير جدا جدا جدا، وبنشكر السادة القضاة والمستشارين الإعلاميين لم يرصد أي تجاوز أو أي مشكلة داخل اللجان. احنا ناس اختارت دلوقتي على أرض الواقع، يعني مثلا مجلس النواب بيتم تشغيله قريب جدا جدا، يعني خلاص خلاص على الأبواب يعني. بالظبط خلاص. فبالتالي من النهارده المفروض يخلي مقراتهم مفتوحه، من صح، النهارده يعملوا مبادره، اعمل مبادره، شوف اللي محتاج، شوف اللي يساعد أهل دايرته على الأقل، يساعد اللي بالظبط. محتاج فيهم، يساعد اللي محتاج مثلا شغل، اللي محتاج فلوس، اللي محتاج بيت يسكن فيه. بالظبط، يقول انا عايز اقف جنبك مش عشان انا نجحت، لا عشان انت عاوز كده، صح عشان انت محتاج. هو ما دام رشح نفسه يبقى هو قال انا مسؤول. من اول بالظبط، ما ابتدى يرشح نفسه هو بقى مسؤول، هو مش مسؤول عن كل الناس اللي في اهل دايرته، مسؤول عن واحد واحد فيهم. اكيد مش معنى انه بقى خلاص انت لم توفق، خلاص انت ما تقفش مع المواطن، تقف مع مصلحتك بس. انت يجي يقول لك مثلا اعمل لي كذا، بس انا في محتاج كذا، مرشحين يقول له متوقعين لا انت ما منهم يا ندى ان انتخبتنيش. هم يعملوا ده حتى لو هم مش في مجلس النواب. في، هو في في وفي، احنا في ما او قلناش ما بصراحة فيش. في بالظبط، في وفي. طب تفتكري هو كان في زحمة في كانت الانتخابات؟ انا كنت في ماشية الانتخابات يعني، عديت كانت، قدام لا لا دايرة كان في، لا بصراحة كان الدنيا منظمة جدا منظمة. وبتوابير، حلو، وطبعا يعني الحاجات مثلا كان الوقائية في والحاجات دي اقبال طبعا. شديد جدا على الانتخابات غير مجلس الشيوخ، محدش نزل خالص ولا سمعنا اصلا، محدش عارف يعني ايه مجلس شيوخ عشان ينزل ينتخب. اه ما دي كانش حقيقة، في حد في مجلس الشيوخ قد ما كان يمكن في ال عشان تغيير الأسامي مثلا. اكيد. ده حاجة اكيدة. لا الموضوع اكبر مني ومنك، المواطن اهم حاجة، يعني المواطن اهم من اي حاجة، الدولة اهم مننا كلنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد القوم خادمهم، ما تتخلوش عن خدمات الناس لان خدمة المواطن شرف. طبعا تمام يعني يا بياخد ندى، حسن عليها اصلا. بالظبط. تمام، احنا طالعين فاصل ونرجع لكم مرة تانية بفقرة رسالة المسؤول. شكوتي لسيادة المحافظ محافظ القليوبية، أنا من مدينة القناطر وبنعاني من طريق أبو الغيط القناطر أشد معاناة. الطريق بقاله سنتين أو ثلاثة، يعني ما ينفعش يمشي عليه بني آدمين خالص، ودلوقتي في وضع كورونا إحنا بنقعد في المواصلات من ساعتين لثلاث ساعات. طب يعني سيادتك سيادة المحافظ يا ريت الاهتمام، يعني أنا مش عارفين حتى نتابع شغلنا والكلام ده، بنروح متأخرين ومشاكل في الحياة عامة بسبب مشكلة الطريق دول، خلاف ان الناس بتحط كمان الزبالة بتاعتها في وسط الطريق، مع وفي ورش على الطريق، وفي والطريق دوت له مداخل كرة، فاحنا تعبانين وبنعاني اشد معاناة من طريق ابو الغيط القناطر. فنرجو من سيادتك الاهتمام برصف طريق ابو الغيط القناطر. رجعنا لكم بعد الفاصل، معانا مداخلة هاتفية من اللواء أركان حرب محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك عندك رد على الفيديو؟ تمام يا فندم. هو الطريقة أو غيط القناطر من الطرق الحيوية في مدينة القناطر الخيرية. تمام. وطبعا الطريق ده بيخدم عدد كبير جدا من أهالينا في القناطر الخيرية، بيصل من مدينة القناطر.
القناطر لحد ما يطلع طلعت الدائري، او حتى كمان لحد مدينة مدن فندم. تمام مع حضرتك، اتفضل. تمام فندم، فبيخدم عدد كبير جدا من اهالينا. فطبعا في مشاريع شغالين فيها، من ضمن المشاريع اللي شغالين فيها دلوقتي في الطريق ده توصيل الغاز لحوالي 6000 مشترك في المواصلة من أبو الغيط لحد القناطر. تمام. وطبعا في الغاز ده عشان نوصله لازم طبعا يحصل إن إحنا نشيل جزء من الأسفلت علشان نوصل المواسير الغاز. تمام، يعني ده بس عشان مواسير الغاز بس هيتصلح، يعني الطريق هيتم طبعا بعد رصفه. إن شاء الله، بعد ما ينتهي إن شاء الله توصيل الغاز لحوالي 6000 مشترك خلال فترة قصيرة إن شاء الله جدا، يتم رصف الطريق كله بالكامل وتطويره إن شاء الله بإذن الله. تمام إن شاء الله. يعني تقريبا قدامنا قد ايه حضرتك؟ يعني إن شاء الله في حوالي شهرين أو 3 شهور بالكثير هيكون انتهى مشروع الغاز ويبتدي رصف الطريق. طبعا بنتمنى ان المشكلة دي تتحل في أسرع وقت، ونشكر حضرتك طبعا جدا. بتحل. بس أنا المشكلة كلها إن ما ينفعش أرصف وفي مشروع شغال. تمام بالظبط، طالما الموضوع في دماغ حضرتك خلاص، يعني طالما الموضوع انت بتفكر فيه فعلا وفعلا مهتم بيه. بالظبط. بنشكر حضرتك اللواء أركان حرب محمد سالم رئيس مجلس مدينة القناطر، شكرا جدا. نرجع لموضوعنا الانتخابات. طبعا عاوزة بس أوجه رسالة للنجح للي منجحش قبل اللي نجح، لازم كلنا نتعاون، كلنا نبقى إيد واحدة، إذا كنا فعلا من أجل مصر، إذا كنا فعلا عاوزين مصر تبقى قوية، ويعني نساعد اللي عاوزين حاجات أسئلة أو حاجات، نساعد اللي فعلا عاوزين يصمموا حاجات هم شايفينها، أو اللي هم شايفين حاجات غلط عاوزين يعدلوها، المفروض يعدلوها من نفسهم ما يرجعوش للنائب. تمام صح يا ندى. أما كنا بره يا أمنية لقيتك بقى بتكلميني عن شوية حاجات تفاهية جميلة أنا نفسي بحبها والناس كلها يا جماعة بتحبها. عايزاكي تقولي لنا بقى انت محضره ايه النهارده عشان متشوقه ان انا اسمع. اسمعي. ايوه ايه رايك طبعا اكيد طبعا كلنا هنسمع. ايوه يا ريت تسمعيني، قولي بقى محضره ايه. لا مش هقول لك دلوقتي، نطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية. تانية يلا يا أمنية بقى كملي لنا انت كنت محضرة ايه. احنا كلنا متشوقين بصراحة. بصوا يا جماعة، الموضوع بقت ترند عالي قوي 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 الفترة اللي فاتت ولسه لحد يمكن دلوقتي. لو بتتابعوا مسلسل ما وراء الطبيعة. طبعا طبعا ده جميل جدا، رائع والروعة جدا. المسلسل ده اللي متصدر الترند الحالي واللي اتعرض في نوفمبر الحالي، اول مسلسل مصري يهدير من انتاج نتفليكس. طبعا انتاج عالمي اكيد طبعا، فاول مسلسل مصري دي حاجه حلوه وحسستنا ان بقى في تطور في الانتاج كمان. المسلسل من اخراج عمرو سلامه، بطوله احمد امين اللي جسد شخصيه رفعت اسماعيل، ورزان جمال اللي جسدت شخصيه ماجي. قدرت السلسله ان هي تخطف قلوبنا وعقولنا، والفضل الاكبر بيرجع طبعا لمين؟ لبطلها رفعت اسماعيل. مفيش حد في السوشيال ميديا ما كانش بيتكلم عن المسلسل ده، مغامراته كمان كانت كثيره قوي قوي بيتكلموا عن المسلسل ده. المسلسل ده فعلا رائع، مهم جدا، وبيدي نظريات مهمه جدا، وكان منها نظريه غريبه كده اللي هو ان العقل عامل زي قانون مورفي. العقل ده متاهه، بيقول لك العقل ده متاهه، مش دايما تمشي ورا عقلك. ليه بقى؟ لانه لو انت كل حاجه، ودايما يقول لك امشي ورا مخاوفك، أو بيجي يعني ما دي هتوديني في داهية. الحاجة اللي بتتجنبيها هتحصل لك هتحصل لك. ايوه طبعا، لو خايفة من حاجة اعمليها، والحاجة اللي انت بتخافي منها لو انت لسه بتخافي منها هتطلع لك.
او أو هتظهر لو لي حطيتها تتك في النبيش دماغك بقى. اه فاللي هو لازم تواجهيها علشان خاطر ما تظهرش بعد كده. السلسلة بقى يا هدير اتصدرت مؤشرات البحث في مصر، وبصراحة هو طفرة بكل المقاييس، طفرة بجد جميلة جدا، ده هي حلوة غير جدا. ردود الأفعال الإيجابية اللي من الجمهور اللي بقى معظم الناس كله بتتكلم عنها، كل الناس تلاقيها قاعدة بتتكلم عن المسلسل وتشير الجمل اللي فيه، بتشير يا ندى الحاجات الكلام معين كده فيه، أو ايوه ناس بيدوا فيدباك حلوة جدا. خلينا نشوف ردود أفعال الجمهور على الشاشة. بصوا ردود افعال الجمهور فظيعه، بيقولك حقيقي استمتعت بالموضوع، ومش يعني في حاجات كده ردود افعال حلوه جدا، وناس موضوع شيراز اللي خوفت مصر كلها. خوفت مصر يا كلها فعلا، ربي. كانت رهيب، بس بجد تمثيلها حلو جدا ما شاء الله عليها. ما هي يبانش على انها كيوت وصغيره قوي، ما يبانش عليها، بس لا هي تمثيلها حلو جدا تحسوا ان هي لا متمكنه قوي بصراحه، ما شاء الله، الله ما اكبر شاء عليها الله فعلا. عليها ما شاء الله. ريم عبد القادر هي موهبة مصرية بجد جميلة وصغيرة، حاجة كده عسل حلوة، ما شاء الله. ردود الأفعال فعلا فظيعة، والناس اللي بتقولك احنا عملنا كل المخرج قايله عليه اللي هو عمرو سلامة قاعد يقول لازم نتفرج على المسلسل بطرق شرعية زي نقفل النور في النور وتقعدي في مكان هادي وتسمعي بصوت عالي وتتفرجي على شاشة حتى بالظبط. كبيرة عشان تعرفي تقدري مؤثرات تحسي الصوت مؤثرات الصوت والمسلسل. بجد احنا عندنا في مصر مواهب وقدرات أدائية عالية جدا، محتاجين نركز معاهم وعليهم ونعلي من الإنتاج النظيف ده. يعني كفاية بقى انحطاط وحاجات ملهاش لازمة. دلوقتي عندنا سلسلة من الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق بجد كسرت الدنيا، المسلسل اتصدر ترند في مصر كويس جدا، وناس كتير قوي كانت بتتكلم عنه، في حاجات إيجابية وحلوة وخفيفة أكيد يا طبعا. كبير. طبعا بجانب حكاية لازم أعيش من دي مسلسل حكاية إلا جميلة أنا، جدا. اتصدرت ترند برضو مركز أول على يوتيوب، وكانت ترند جوجل بعد عرض أولى حلقاته. كانت طبعا بتدور أحداث الحكاية حوالين بنت بتعاني من سوء المجتمع لفهم مرض البهاق، وطبعا بتعاني من الموضوع ده من صغرها. الحكاية من إخراج مريم أحمدي، فكرة الكاتب يسري الفخراني، تأليف نجلاء الحديني، ومن بطولة جميل عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، سلمى أبو ضيف، ومجموعة طبعا من الكبار تانية كبيرة. معانا تعليقات على الشاشة. هدير الناس بجد بعد ما شافت الحكاية دي المسلسل بجد ناس كتير جدا بقت نظرتها تانية خالص، الموضوع بقى تحول لإيجابي بعد تنمر، وإيه شكلها ده وإيه هو عامل كده إزاي، فعلا وننفر التنمر منه. حاجة صعبة جدا. دي التعليقات على المسلسل كانت، بس كانوا بياخدوا عارفة يا هدير حاجات من المسلسل كده من قوتها، أكيد قدرت تفرحنا جدا بقوتها يا اللي هي بنتي. ظهرت بعد بيها. المسلسل ده في ناس كتيرة قوي قوي نزلوا صورهم وهم عندهم مرض البهاق، نزلوا صورهم واتجرأوا وعملوا بيدجات، ظهروا على الشاشة بعد ما كانوا بعد ما بيتكسفوا. لا كانوا خلاص، خلاص هم خدوا ثقة في نفسهم، ان الثقة في النفس حاجة مهمة جدا. الحكاية هدير بجد حققت، طبعا حققت نجاح كبير جدا. طبعا رامي جمال شفتيه طبعا من اول 2020 ومرض البهاق، لا قدر يقف وقدر يتكلم وقدر يقول انا عندي المرض ده، وان المرض دي حاجه مش حاجه مش حاجة وحشه، انا وحشة، مش هي ده حاجة ابتلاء من عند ربنا. المفروض بيبقى ان فيه انت تبقى تنمر كبير قوي يا متقبله هدير، وعارف ان ربنا ما بيعملش اي حاجة وحشة. تنمروا عليه اي فعلا ده ده كتير هم قوي. سبيشال، حاجه كده اكيد جماليه. بيبقى شكلهم حلو جدا، انا بحبهم والله. بعد طبعا موضوع الحكايه واللي اتعرضت بقى فيه ردود افعال ايجابيه جدا من الناس، زي ما قلت يا هدير طلعوا اللي عندهم مرض البهاق اتصوروا بقى ليهم ثقة بالنفس. ونزلوا، بالظبط ونزلوا كمان مع تتر الأغنية. طبعا ما ننساش ان تتر الأغنية كان رائع رائع حلو رائع جدا. بجد بكل المقاييس. الحكاية حققت نجاح كبير جدا لانه طبعا من احداث واقعية صح وحقيقية، قدرت تدخل فعلا قلوبنا بالظبط. كلنا، قدرت تمثلنا. انا حقيقي حسيت بيها قوي في احنا زعلها، حبيناها فعلا. قدرت تفرحنا جدا بقوتها لما طلعت قدام حاتم انت عارفة هي في احمد الاول خالد كانت خايفة، صالح. في الاول كانت خايفة من ايه؟
لان الناس كانوا من صغرها لو لاحظتي في المسلسل كانوا بيتريقوا عليها واوعي ما تلمسيش ان هي لمسته عشان ده ممكن يكون معدي ممكن يكون معدي مش عارف ايه بصي شكل البلياتشو بصي مش عارف ايه فاثر على طبيعتها وثقتها بنفسها خلاها مهزوزه جدا بقت بتداري كل ده بالميك اب عشان خاطر ما حدش يتريق عليها وباللبس المقفول حتى لو تلاحظي كانت على طول سكارف. بتلبس يا ندى كل لبسها بيبقى مقفول لو لاحظتي ايوه الميك اب بيبقى تقيل قوي 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 طبعا عشان اللي هي شافته عشان اللي هي شافته طبعا الموضوع صعب جدا بس ما اقولكيش بقى الموضوع ده باين لها ان في ناس فعلا بتبقى قريبه منك ده تملي تقوينا وان في ناس وقت ما يلاقوكي ضعيفه او في مشكله يبعدوا عنك زي ما زي طبعا فرق ما بين حاتم وما بين خالد انور مظبوط طبعا لما شافها بشكلها وحتى بتقول له انا اتعريت قدامك وانت حتى ما قلتليش حاجه ما عملتش حاجه انا حقيقي حزنت في مشهد لما كانت قاعده على في سرير المستشفى بيقول انا مش قادر اعيش معاكي انا مش قادر اعيش بذنبك ولما بيقولها مش قادره ابصلك هو لما فيكي ده واصل لحد فين بيقول لي فيكي ده واصل لحد فين ايوه يعني انت حد فين ايه انت بتعمل ايه هي يعني حاجه بصراحه حاجه عايزها لشكلها اهم حاجه عنده هو شكلها شفتي لما قالت له انت مش المفروض بتحبني عشان انا كنت فاكره انك بتحبني عشان شخصيتي صح قالها ايه لا عشان شكلك انت اللي عندك شكلك بقى عامل كده ليه بالظبط طبعا الموضوع كان صعب جدا بصراحه بجد لا بصراحه الكل اتأثر بقوتها لما خرجت من هي المفروض كانت مذيعه في المسلسل شفتيها كان طبعا في كاميرا زي نجوم اف ام والحاجات دي بيبقى في كاميرا قدام الاذاعه مسكت منديل وراحت شالت كل الميك اب على الهواء وقدرت تبص تبان للناس كده يعني وقفت واقفه بجد جميله بس بعد ما مرت بفتره اكتئاب رهيبه طبعا عدى بفتره اكتئاب ودخلت المستشفى طبعاً. بسبب التنمر وبسبب ان حبيبها سبى بسبب ان هو اصلا مش عايزها يعني مش عايزها هو عايزها عشان شكلها بس يعني عايزها يعني فرحان بيها بشكلها طب شخصيه طب اي حاجه ما فيش حاجه خالص صعب جدا بس خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل الموضوع تاني رجعنا معاكم مرة تانية بس عندنا تهنئة معانا تهنئة قلبية قبل ما نختم حلقتنا النهاردة تتقدم أسرة البرنامج بخالص التهنئة القلبية للأستاذة جنة أشرف العطار مديرة الأعداد في البرنامج ومسؤولة العلاقات العامة بمكتب العالم العربي للإنتاج الإعلامي بمناسبة عيد ميلادها كل سنة وانت طيبة وبصحة وسعادة وتوفيق ونجاح يا جنة كل سنة وانت طيبة يا جنة ويا رب دايما اشوفك مبسوطة دايما كده كل سنة وانت طيبة يا جنة ويا رب من نجاح لنجاح يا رب ان شاء الله ربنا يوفقك يا حبيبتي وكمان معانا تهنئة طبعا كان لينا السبق اللي احنا عملنا لقاء تلفزيوني مع الأستاذ الدكتور حنان حسني يشار نائبة مجلس النواب لنجاحها عن قائمة من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا حقيقي احنا سعداء جدا بفوزك يا دكتور ألف ألف مليون مبروك ويعني حضرتك احنا انتي حضرتك مكسب وإضافة لأي مكان في الدنيا وقدوة لنا كلنا ومثل أعلى لجامعة المنوفية وطبعا منتظرين منك الكثير والكثير من أجل طلاب مصر وبالأخص جامعة المنوفية بالتوفيق يا دكتور وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة طبعا هتوحشوني فجأة كده